بس انت وهي كملي يا فكير. زي ما قلت لك يا بيه، كان عندي المغرب. لا قبل المغرب، في النهار يعني. انت متاكده من الكلام ده؟ الا متاكده يا سعاده البيت، جريمه قتل. ده يا حبه عيني ما يقدرش يذبح فرخه، ده الدماشة يا سعاده البيت. كان عندك بيعمل ايه؟ زي كل الناس دي ما كانت بتعمل.